طبعا طبعا انا جاي من ثقافه مختلفه، يعني مثلا انا درست في التربيه والتعليم نعم واشتغلت فيها 20 سنه والحمد لله رب العالمين، ثم في التعليم العالي الان اكملت 11 سنه وخرجت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله 31 سنه كفيله انك تبني صوره عن الطالب العماني والطالب الياباني والطالب اللي جميل درست والحمد لله رب العالمين في بريطانيا في فرنسا في عده دول، وعارف محتك بالثقافات، فبالتالي يعني احترام ثقافه كل شعب مقدمه على تعلم اللغه. ممتاز ودائما يقول لك لما تتعلم لغة جديدة قبل أعرف الثقافة، وفي كتاب كنت أتذكره اسمه Culture or Language ولا And Language، يعني الثقافة واللغة، فعشان تتقن لغة شعب معين اتقن ثقافته أول شيء ممتاز هكذا، عشان تعرف كيف تتخاطب. أنت مثلا ذكرت لك الحين كلمة How are you، ايوه أنت لما تتقن How are you وتصير تقول حال تلقى واحد كبير في الجامعة رئيس الجامعة وتقول له بالثقافة العربية البسيطة كيف حالك؟ او كيف حالكم او هاو ار يو، وتجيب اليابان وتقول له جنكي داسكا، يحتقرك اذا ما فهم انك انت اصلا ما فهم الثقافه، يحتقرك وقد يكون ما يعطيك بال. انت تخاطب رئيس الجامعه، هم عندهم يعني احترام للانسان بامانه، ويتواضع رئيس الجامعه مع الطلاب ياكل ويشرب وكل شيء معهم في السكن في المطعم، لكن من ناحيه التخاطب شيء ثاني، خط احمر، انت تعرف الكلام الثاني، فاو جنكي داشوكا. فمن ضمن مواقف مع الطلبه اللي اجابه لسؤالك عدنان، يعني كنت يوم من الايام انادي بقائمه الطلاب في كانت في الجامعه سنه اولى نعم طلاب كليه التربيه، وناس محترمه، طالب ياباني محترم يحترم الاستاذ يقدسه، لا بس يحترم يقدسه تقديس رغم للعلم، انك عربي وكذا لكنك تحضر تقديس ايا كان ذاك، ما دمت معلم وتقف على بلاط المعلم وفي الصف كمعلم انت مقدس مقدس. جميل فكنت انادي بقائمه الطلاب بثقافه العربيه العمانيه، احنا نقول مثلا عدنان الجلنداني، عبد الله العبري، الاسم مجردا مصطفى الرقمي، مثلا احمد اسماعيلي، شهاب السالمي، نعم هكذا زين بالثقافه العربيه عادي جدا، وتقول نعم نعم الطلاب يقول نعم جدا جدا سواء في الجامعه او في المدرسه. فكنت انادي في القائمه مساهيرو تاكانوري، بالاسماء اليابانيه بدون ما اقول ثقافتهم. ايوه نعم فاذا بواحد ياباني يوقفني طالب ويجي عندي بكل ادب واحترام يقول لي سانسي، في اليابان احنا ننادي الاسم بالسيد والسيده سواء في المدرسه او في الجامعه. جميل فهنا ما يردوا عليك الطلبه، كانوا يردوا علي لان ما قلت السيد فلان زين، فكانت السيد سان، تاكانوري سان، تاكاهيرو سان، لازم بعد الاسم تذكر كلمه سان، سن. مساهيرو سان زين، فبالتالي الصن تيجي بعد الاسم، صن معناه سيد او سيده. لكن لدرجه انهم ما ردوا عليك لما تخاطبهم لا بالاسم لا لا ما مجردا. يردوا، مستغربين. كانت اول حصه عندي على اول محاضره عندي، فكنت انادي باسماء فقط اكمل الغياب. نعم زين فما ردوا علي، وبعدين عرفت معلومه انه مخاطبه الانسان عندهم فيها احترام، فما بالك بخاطب طالب العلم ومعلم ايش المدرسه. ولما رحت المدارس طبعا عالم ثاني من الاحترام، وذلك نعود للآية إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم يعني هم يعني صدقت المقولة يعني مسلمون بغير إسلام سبحان الله. هكذا.